الأخت مريم معانا على الهواء. أهلا أخت مريم. أهلا بيك. زي ما بنقول حتى البداية بتاعتنا سلام المسيح، لأنه هو ملك السلام وبيعطينا السلام. علي صوتك أكتر يا مريم. كنت بقول إن إله السلام يعطينا السلام، المسيح هو السلام. الاتهام بالعنف في المسيحية ده شيء بصراحة بالنسبة لي مضحك جدا، لأن الكتاب المقدس أكتر كتاب اتعرض لمحاولة النقد والتحليل، بيحاولوا يجيبوا شمال، يحاولوا يجيبوا يمين. صراحة محاولاتهم كلها بتصعب عليا، لأنه في الآخر بيضربوا الهواء، لأنه مهما يلاقوا مش هيلاقوا ولا حاجة تدين المسيحية بالعنف. والآية الوحيدة اللي بيتكلموا عنها زي مثلا لم آتي لألقي سلاما بل سيفا، ده المسيح كان بيتنبأ على اللي هيحصل لنا إحنا اللي بنتبع المسيح، صح؟ وبالذات اللي بيتبعوا المسيح من خلفية أخرى. طبعا انت يعني انت عابرة من الاسلام الى المسيح. بالضبط، انا عابرة للاسلام المسيح، واللي خلاني انجذبت للمسيح، وكل واحد ساب الاسلام سابه بسبب ان المسيح هو دين السلام. المسيح هو السلام، هو السلام المتجسد على الارض. المسيح لما احنا هو المسيح قدوتنا. لو اي حد، انا بجد بدعو كل حد بيبحث ويشوف عايز يطمن ويتأكد إن المسيحية ملهاش أي علاقة بالعنف، ابحث عن قائد المسيحية، هو المسيح. شوف حياته، شوف المسيح نفسه لما تعرض إن هم كانوا عايزين يقبضوا عليه علشان يصلبوه، وجي بطرس اللي هو واحد من أتباعه وتلاميذه حاول يدافع عنه، بيخرج سيفه عشان يدافع عنه، قال له يا بطرس رجع سيفك لمكانه، لأن الذين يأخذون بالسيف يهلكون. فده أول حاجة، يعني اللي هو أكثر حاجة الواحد ممكن يفكر فيها إن يدافع عن نفسه بالعنف، المسيح يعني قال للتلميذ بتاعه ما تعملش كده، أنا مش عايزك تعمل كده، أنا هسلم نفسي. وكمان في حاجة تانية كمان فرقت معايا جدا لما قريتها، المسيح كان بيرسل تلاميذه 2-2 علشان يبشروا في القرى. ففي قرية في السامرية رفضت البشارة، فقوم التلميذين راحوا للمسيح وقالوا له تحب ان احنا نصلي ان يرسل عليهم نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ انتهرهم وقال لهم انتم لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك العالم بل يخلص العالم. فعلى اي اساس، معلش يعني، بيقولوا ان المسيحية فيها عنف؟ يعني عندهم. اتفضل. عاوز اسالك مريم، طب هو يعني هو فعلا الكتاب المقدس واضح جدا 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 مثل وضوح الشمس. السؤال، شو السبب انه بعض من المسلمين بيستخدم آية ومش عاوز يتعب نفسه انه يقرا بس السياق، يعني كل يعني الفقرة بيأخذها خارج عن السياق، شو السبب؟ لان هو ده ديفنس مود، يعني هو عايز يثبت ان مش انا بس اللي وحش، انتوا وحشين كمان، ومحدش فيهم بيكلف خاطره، لان ما عندوش يعني ما عندوش اصلا. انا بتكلم على فكره على الناس اللي هي بتحاول تهدم في المسيحيه، ودول بيبقوا اوريدي نواياهم معروفه خلاص. لكن المسلم العادي اللي ما عندوش فكرة عن الكتاب المقدس، هو حتى ما عندوش فكرة يجيبه منين، أو هو مرتاح في اللي هو فيه، ما بيحاولش يفكر. فبشكر ربنا من أجل برنامج زي برنامجك، برامج كتير دلوقتي اللي هي بقت بتنشر. أنا واحدة من الناس، أنا كنت في المزبلة دي وما كنتش عارفة حاجة. على فكرة كلمة مزبلة موجودة في الكتاب المقدس. أشكرك يا رب لأنك أخرجتني من المزبلة وقعدتني في وسط أشراف شعبك. أنا واحدة من الناس اللي فرق معاها السوشيال ميديا، فرق معاها برامج زي برامج حضرتك، وعشان كده عرفت النور الحقيقي. أنا بنصح كل واحد بيبحث عن الحق يقرأ مثلا الموعظة على الجبل، جاست جوجلت موعظة على الجبل. المسيح قال أحبوا أعدكم وأحسنوا إن مبغضيكم. أكتر من كده سلام إيه ممكن نقوله؟ ده حتى قال لهم يعني لو أنتوا حبيتوا الناس اللي بتحبوكم فرقتوا إيه عن الأشرار؟ ما كل الأشرار بيحبوا اللي بيحبوهم. نعم. لكن أنا عايزكم تبقوا زي أبوكم الذي في السماوات اللي بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار. أنتوا كمان حبوا اللي بيبغضوكم وحبوا أعداءكم. ده معروفة حتى. إله اللي هو بيدعو لمحبة الأعداء. هو ده اللي فتح عينيه.
هو ده الإله الحقيقي اللي عايز الخير للبشر، وليس الإله الذي يدعو للهدم والذبح والتقتير. أخت مريم، ربنا يباركك، ربنا يباركك، شكرا كتير كتير على المداخلة. ربنا يحميك وربنا يباركك.